نحن اليوم في العاصمة المؤقتة عدن نحتفل بالعيد اليوبيلي لعيد الجلاء 30 نوفمبر. هذا اليوم الأغر الذي تم طرد فيه آخر جندي بريطاني من أرض الجنوب، قدمت هذه البلاد قوافل من الشهداء، قوافل من الرجال الذين ضحوا بأنفسهم في سبيل التصدي لهذا الاحتلال. اليوم ونحن نحتفل تحت رعاية فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي، نطمح إلى إنهاء الانقلاب الذي ما زال جاثما على جزء من الأراضي اليمنية وتم تطهير الجزء الآخر. نتمنى التوفيق لشعبنا في مستقبل أيامه وأن يكون مستقبل اليمن خيرا من ماضيه، وشكرا. طبعا بمناسبة العيد 50 ل30 نوفمبر نتوجه بالتهنئة إلى فخامة رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي وإلى نائبي وإلى دولة رئيس الوزراء وإلى الشعب اليمني في شمال اليمن وجنوبه والشرق والغرب بمناسبة هذه الثورة الخالدة التي أرست قيم المساواة والمعاني الوطنية الخالدة. ونحن نعيش احتفال هذه الثورة، نجسد معانيها، وشعبنا لا يزال يناضل في كل المحافظات اليمنية لاستعادة قيم الثورات اليمنية الخالدة سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر. نستشعر اليوم قيم الثورة من خلال التضحيات التي يقدمها اليمنيون في كل الميادين لاستعادة هذه المعاني السامية للثورة. هذه المناسبة الخالدة تذكرنا بهذه القيم وتدعونا جميعا إلى التماسك وإلى التوحد من أجل إعادة زخم الثورة الخالدة. عيد 30 نوفمبر، يوم الاستقلال، يوم جلاء آخر جندي بريطاني من أرض عدن الحبيبة الغالية. هذا اليوم نحتفي بذكراه ونستلهم قيم ومعاني الحرية والاستقلال والكرامة والعزة والإباء. فقد تحرر اليمنيون ولا عودة لأي شكل من أشكال الاستعمار أو الاستبداد. وهذا اليوم وفي مثل هذه الأيام ينتفض شعبنا اليمني في كل مكان ضد الطغاة والمستعمرين الجدد الحوثيين في صنعاء. ونبارك هذه الانتفاضة الشعبية الكبيرة لأبناء صنعاء ونحن نؤيدها، وإن شاء الله لن ترى على أرض اليمن وصية ولن نرى على أرض اليمن مستعمرا جديدا بأي ثوب من الأثواب. ونبارك لشعبنا اليمني العظيم شرقه وغربه شماله وجنوبه جنوبه هذه الذكرى المباركة، وستظل اليمن حرة أبية يمنية عربية في محيطها الإقليمي العربي. ونبارك للجميع هذا العيد، وإن شاء الله أيامنا كلها أعياد ونتمنى التقدم والازدهار لبلدنا ولشعبنا، وشكرا لكم. يشرفني أن أشارك جماهير شعبنا اليمني هذا الاحتفال الكبير بمناسبة مرور 50 عاما لعيد الاستقلال في 30 نوفمبر. نشارك في هذا الاحتفال برعاية فخامة الأخ الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية، وبحضور دولة رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر. هذا العيد الذي يأتي بعد سلسلة من التضحيات قدمها شعبنا اليمني من أجل لين الاستقلال الوطني. وبهذه المناسبة العظيمة أتقدم لقيادتنا السياسية بالشكر والتقدير العاليين على هذه الرعاية والاهتمام البالغين، وأتمنى أن تحقق أهدافنا من أجل خدمة شعبنا ونحقق طموحاتنا التي رسمناها في ذلك اليوم، وشكرا. في هذا اليوم المجيد الذي نحتفل فيه باليوبيل الذهبي للاستقلال المجيد، نتقدم بخالص التهاني والتبريكات لفخامة الأخ المشير عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية ولقيادتنا السياسية في هذا اليوم الذي يأتي أيضا بعد احتفالاتنا بالعيد بأعياد سبتمبر وأكتوبر. في هذا العيد أيضا نجدد العزم على الانتصار للشرعية والعزم على إنهاء الانقلاب. ونحن اليوم نأسف لما يجري من اقتتال أو من للمدنيين في العاصمة صنعاء، ولكن نؤكد العزم أن الجيش الوطني وأن قواتنا المسلحة الباسلة هي قادرة على إنهاء هذا الأمر والتقدم نحو
صوب العاصمة التاريخية لليمن واليمنيين. نحتفي اليوم بذكرى 50 لثورة 30 نوفمبر، عيد القلاع، عيد الاستقلال الوطني. نبارك لأنفسنا ونبارك لفخامة الأخ رئيس الجمهورية لقيادتنا السياسية المشير عبد الرب منصور هادي، وكذا أيضا دولة رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد، وانتقل بهذه المناسبة العظيمة على قلوبنا، على قلوب كل أبناء الشعب اليمني. تهانينا لكم من العاصمة عدن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا اليوم الذي سطر فيه الشعب ملحمة عظيمة من البطولة من خلال طرد آخر جندي بريطاني من عدن، تأتي ذكرى 30 نوفمبر ومحافظة عدن تخطو خطوة ثابتة في مجال الإعمار، في مجال التنمية، في مجال بناء الاقتصاد، وذلك بفضل توجيهات فخامة رئيس الجمهورية المشير عبد الرب منصور هادي، الذي نرفع له التهاني والتبريكات بهذه المناسبة العظيمة. الحكومة في عدن، السلطة المحلية، كانت خلية نحل من خلال تغيير ملامح كثيرة في العاصمة المؤقتة عدن. تأتي هذه الذكرى بعد أن تحررت عدن من ميليشيات الحوثي ومن العصابات التي دمرتها ودمرت البنى التحتية فيها ومنازل المواطنين، لكن هذه الذكرى تأتي ونحن في عدن بإذن الله نخطو خطوات عظيمة من أجل إعادة ما دمرته الحرب، من أجل إصلاح كل الخراب، من أجل دفع مرتبات الموظفين. الحكومة عملت جهد كبير في محافظة عدن وفي جميع المحافظات المحررة. إن شاء الله الاحتفال يكون مميز، الاحتفال يكون له طابع آخر بوجود جميع الناس وجميع الكوادر في محافظة عدن، وخاصة في هذا الموقع الذي يمثل رمزية في مديرية صيرة. نهني فخامة الأخ رئيس الجمهورية، ونهني كافة جماهير شعبنا اليمني العظيم، ونهني أيضا منتسبي القوات المسلحة والأمن، وإن هذه الانتسابات وإن هذه المناسبات تزيدنا عزما وتصميما على تحقيق الانتصارات نحو هزيمة قوى التمرد الحوثية واستعادة مؤسسات الدولة إن شاء الله. شكرا جزيلا.